أخيرا حبيت واعترفت إن الهوى مجنون. يا عاقل قبلك أنا جنيت وقبلك قبلك في قلبي الهم صايل وجايل. خالد احنا وصلنا لفكرتين. الفكرة الأولى أنا أقول إن ناخذ المشاهد من كليب جديد ونضيف عليها مجموعة أغاني، وفي نهاية الإعلان أخيرا في الأسواق جواد العلي. والله أنا جتني فكرة كذا، أتمنى أنها تسوي جو، نصور استماعنا هذا معك يا أبو خالد، ويكون هذا إعلان نزول الألبوم بكل بساطة وعفوية. أنا مع الفكرة الثانية، توكل على الله.